يا عم سعفان ابعد عن الصحاب الرمم وانت تكسب. الاجازه تيجي ما تلاقيش منهم وش. اللي كان كل شويه يقعد يقول لك هنقطعها وهنخرج ولازم نخرج، حتى خروجات الاجازه يا هباب في هباب مفيش خروج، مفيش خروج. حتى قناه الام بي سي اللي كنا بنستنى فيها الافلام بتجيب لنا افلام من سنه 60، مفيش فيلم عادل ولا حتى باتمان ولا سوبرمان ولا اي حاجه. طب احول بالغلط الاقي حاجه الفندام؟ مفيش، مفيش خالص. حتى القناه حالفه علينا وربنا لا يركن على العيال. وتلاقي الصحاب بقى تيجي تتصل بالواحد، يعني تلاقي ما هو تملي في كل شله، تلاقي الصاحب الرخم ده تيجي تتصل بيه، يا حاج فاضل النهارده نخرج وبتاع، يقعد بقى نخرج فين ومين اللي جاي؟ يا نهار اسود، طب ما لقيتوش غير ده، طب ما تجيب واحد تاني. طب بقول لك ايه، اصل الطريق ده طويل، طب انتوا هتروحوا فين؟ اصل انا لازم عندي بعد. يا عم في ايه يا ابني، احنا لو مصاحبين تامر هجرس ما كانش هيعمل فينا كده. ايه ولع يا ابني، يا ابني ما تجيش مش عايزينك. انت كل شويه تقعد تقول طب هنخرج فين، طب هنعمل مين انت يالا، خلاص يالا خلاص جننتنا. والله الصاحب بقى اللي كل شويه تيجي تقول له والله يا ولدي عشان هنروح ايه، نقعد في المكان ده ولا نقعد في البتاع، يقول لك طب استنى بقى. ده البخيل اللي ما تستناش منه قرش خالص، يقول لك هو ده المطعم ده الحاجه فيه بكام؟ على كده عندهم شاي بحليب؟ لا عندهم حلبة حصى، وفي منها ما بتشارش، منها ما بتشارش. ايه الله يحرقك، منها ما هو احنا رايحين نقعد عند عبده حلاوه بخرجك وبتاع، ويقول لك اصل اقل من 25 جنيه مش هخرج. 25 جنيه ايه؟ دي انت اكتر مبلغ صرفته كان 18 جنيه ونص. خلاص يا عم ما تخرجش، عقدتنا. ما انت عاملهم، انت عارف لو معكش عاملهم، عقدتنا كل شويه وكل شويه تقول لي اطلب لي هوت شوكولاته هوت شوكولاته، لا هوت لما يجي ياخدك كده ويخبرك ونخلص. عقدنا يا عم كل شويه، ويجي بقى ايه بعد ما نخرج تلاقي الولا يقعد يمسك التليفون كل شويه يكلم المزه بتاعه، قال ايه بيذل العيال عشان سناجل. ايوه عامله ايه، طب ازيك وبتاع، كل شويه يقول لك ايه وات سكو وات ايه يا اخويا، بيتكلم ماريا كاري بيتكلم، ما كنتش تخرج، كنت تخليك يا اخويا قاعد على السرير واقعد كلمها. ما انت هلا على اساس ان انت عمر الشريف؟ جرى يا اخويا ما قاعد معانا، سيب التليفون ارميها رمه. ما يجي لك بقى عم سعفان الصاحب اللي بيحب الصور، اللي هو الفوتوغرافيا ده اللي عايشنا، اللي عايش لنا في دور عادل المبارس، يبقى ربنا كرمه بشويه فلوس ابو حرامي ولا بتاعه، عنده كاميرا كولن. بص كلنا لازم نبص له، ما احنا خلاص احنا بنطلع في التليفونات عهاد، بنبقى مستنيينه الولد ده، بنعمل له تشريفه يخش علينا بقى وتلاقيه مستشور شعره وبتاع، وسع للنجم واقعد يا نجم، تلاقيه يدي الكاميرا العيل ويقول له عايزك تصور لي 50 صوره، يقعد بقى هو ايه يقعد يعمل كده يعمل كده يعمل كده واحنا شايفينه. وبعدين تلاقيه ينزل الصوره على الفيسبوك ويقول لك احلى تخفيله دي ولا ايه، على اساس ان احنا تورتش، على اساس ان احنا عمي يا كلب يا عور يا حزين. وبعدين يالا مصورنا الصوره كلها، انا الوحيد اللي مطلعنا احول في الصوره ليه؟ ليه؟ ليه مطلعنا احول ليه؟ ليه ده انا مسلفك 38 جنيه وسايبهم لك عادي، وقلت ماشي الواد ممكن يظروفني اي فيديوهية كده ولا صوره ولا بتاع ويعمل لي فوتوشيسن وانا بكلم الكوبايات. تيجي انت تعمل كده؟ تيجي يا ابني انت بتحرق دمي، تحرق ولا تيجي تخش على الصاحب بقى اللي مش طايقينه، اللي هو الولد اللي بيفهم في كل حاجه، يجي يقول لك هو فلان ده خرج؟ ما هو لازم يخرج من رياض، انت ما تعرفش عشان كده وبتاع، وده عماد متعب السعوديه وبتاع، ليه بيرغي في اي حاجه؟ انت مالك يا ابني؟ يا ابني احنا مش طايقينك، ابعد عننا. فخلاصه يا عم سعفان، اللي احنا عاملين بيات شتوي في البيت وهي اجازه ما تتعاشرش وخلاص عليها العوض. يبقى كل اصحابك الرمم تشيلهم خالص، يا اما تقضيها بلاي ستيشن وتقعد في البيت عادي، او تبقى عامل زي كده اتفرج على المقصه والانتاج. احلى تخفيله دي ولا ايه؟